وخلونا نروح لوقفة أخيرة مع فاطمة خليل مرة تانية عشان تقول لنا عن أبرز التحضيرات الفعاليات القادمة اللي هتكون موجودة في مهرجان العالمين. فاطمة يعني قولي لي إيه الجديد عندك، إيه اللي احنا منتظرينه بكرة إن شاء الله في المهرجان؟ مساء الخير يا ليلى مرة تانية وعلى كل المشاهدين، وعليكي انت كمان يا ليلى. عايزة اقولك انا لسه في المنطقة الشاطئية وتواجد كبير جدا وزحمة كبيرة جدا من الاسر والمواطنين، ومستمتعين جدا بالاجواء وبالجو الحلو الصيفي ودرجة الحرارة كمان الممتعة برضو. وعايزة اقولك ان كان لسه في مشهد حلو جدا من شوية، مجموعة كبيرة جدا من الشباب والبنات كان كلهم واقفين صف واحد كده وكلهم بيأجروا عجل، فيعني كان منظر حلو جدا واسعدني انا شخصيا لان بحب قوي ركوب العجل وبيفكرني بايام الصيف زمان والمعموره، فكنت مبسوطه جدا بيهم. والعجل كمان هنا موجود بكثره وفي نفس الوقت مش للصغيرين بس، انا بشوف كبار هم اللي بيركبوا العجل اكتر كمان من الصغيرين. بالنسبه للفعاليات النهارده كان في فعاليه مهمه جدا وهي الفوج الرابع من الرحلات والبرامج الطلابيه، وكانت موجوده ضمن اطار برنامج مهرجان العالمين في نسخته الثانية وبرعاية طبعا وزارة التعليم والبحث العلمي، وكانت فيها كافة طلاب من كافة المحافظات ومن كافة الجامعات المصرية بالدمج مع ذوي القدرات الخاصة، وده طبعا بالتعاون مع إدارة المهرجان والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية داخل الوزارة. كمان إدارة المهرجان خصصت وقالت وطلعت بيان أنها خصصت أرض وشاطئ لذوي القدرات الخاصة، وده بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشاطئ ده هيدي الفرصة لكل المصطفين وكل ذوي القدرات الخاصة بالاستمتاع بفعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة، فنية ثقافية رياضية، فدي حاجة مبادرة مهمة جدا ونقطة مهمة جدا، ودايما معودانا إدارة المهرجان على كل الجديد. يوم السبت احنا في انتظار حفلة سعاد ماسي وحمزة نمرة ومسار إجباري، وطبعا يوم الخميس مهرجان نبتة، ويوم الخميس ايضا حفله او يوم الجمعه في مسرحيه التلفزيون على مسرح الخيمه. يوم الجمعه هتكون في مهرجان نبتة يوم 16 اغسطس واللي هيستمر لحد 18 اغسطس القادم ان شاء الله، وفي فعاليات كتير جدا وهي مسابقه زي ما قلت لك خاصه بالشركات والشباب من صناع محتوى للاطفال، وهتكون فيها فعاليات كتير جدا وفي حكي وفي قصص وفي انشطه كتير جدا خاصه بالاطفال وتعلمهم كمان الانيميشن وتحريك الصور وتحريك كمان الصلصال، فيعني هيبقى في فعاليات كتير جدا. وفي طبعا عندنا كايرو بايتس او بايت باي ذا سي هيكون مهرجان الاكل، فيعني عندنا فعاليات كتير جدا وفعاليات رياضيه على مدار الاسبوع مستمره صباحا ومساء، ففي فعاليات كتير جدا. عندنا مسرحيه تلفزيون على مسرح الخيمه هتبدا من يوم الخميس القادم لحد يوم 17، كمان مسرحيه الستات عايزه ايه في نورث سكوير مول، فيعني فعاليات كتير قوي مختلفه وكل يوم فعاليه جديده داخل مهرجان العالمين في نسخته الثانيه يا ليلى. فيعني عايزه اقول لك الاجواء كمان هنا حلوه جدا، يعني انا مستمتعه بين الناس، انا دايما قاعده معاهم بشوفهم قد ايه هم مبسوطين بالجو، درجه الحراره الحلوه والهواء وكمان الشاطئ اللي موجود والفعاليات اللي موجوده سواء رياضيه ولا عجل ولا فعاليات من قصور الثقافه او السيرك وفعالياته وفقراته المختلفه، ففعلا في اجواء حلوه كده وممتعه، دايما ببقى مستمتعه وانا موجوده مع المواطنين علشان انا واحده منهم وببقى مبسوطه على انبساطهم فعلا. فكل ده موجود في منطقه واحده وهي المنطقه الشاطئيه والترفيهيه، هتلاقي هنا مسرح، هتلاقي هنا عروض مسرحيه، عروض فنيه، عروض رياضيه، العاب رياضيه وعروض السيرك المختلفه كل يوم، وكمان الفنون الشعبية المختلفة كل يوم في فرقة شعبية مختلفة بتعرض يومين، هو من المتفق عليه ان كل يوم بيكون في فرقة فنون شعبية مختلفة موجودة بتعرض على مدار يومين، وكل يوم بيبقى في فرقة تبع قصور الثقافة، فيعني في فعاليات كتير جدا يا ليلى موجودة على مدار ايام المهرجان لحد 30 اغسطس القادم ان شاء الله، وفي مفاجآت تانية كتير كل يوم بتعلن عنها إدارة مهرجان العالمين في نسخته الثانية. مستنيين نعرف منك المفاجآت في الأيام اللي جاية يا فاطمة، وشايفين وراكي الحقيقة الحركة واستمتاع الكبارين والصغار، الكبار والصغيرين بركوب العجل، المشهد باين وراكي وباين كمان الناس وهي قاعدة مستمتعة. بشكرك يا فاطمة، شكرا جزيلا من العالمين الجديدة مباشرة.